السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بونتك. اسبوع اسبوع كامل ما بتعملش فيديوهات ليه؟ يعتبر شهر اتنين من اسوأ الشهور اللي مرت عليا في تاريخ القناة كله تقريبا، حتى الشهور اللي كانت في البداية كانت احسن من كده وكنت اكتر من كده فيديوهات طبعا، ولكن شهر اتنين يعتبر من اقل فيديوهات او من اقل الشهور اللي نزلت فيها فيديوهات، من اقل الشهور من حيث الاحصائيات في عدد المشتركين، من اقل الشهور من حيث الارباح، حتى من اقل الشهور في كل حاجة تقريبا. ليه الموضوع ده وليه انا كنت متاخر الفتره اللي فاتت دي ما بنزلش اي حاجه تقريبا، ده اللي المفروض ان انا هفهمه لك. زائد هديك نصيحه مهمه جدا لو انت يوتيوبر. اتكلمت قبل كده ان ما ينفعش تنزل فيديوهات ورا بعض، وما ينفعش تنزل تعود الناس على انك تنزل فيديوهات ورا بعض، لانك لو ما بقتش فاضي في فتره هتبدا انك الناس تسال انت ما بتنزلش ليه، انت اتاخرت ليه، انت ليه 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 والكلام ده كله. لا، لازم تعود الناس انك تنزل مثلا فيديوهين في الاسبوع او ثلاث فيديوهات كحد اقصى، ولكن انا كنت بنزل فيديوهات ورا بعض. ولا مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده، ومش جاي اقول لك ان انا مش هنزل فيديوهات ورا بعض، لا انا ممكن انزل فيديوهات ورا بعض ولكن في الفتره اللي جايه مش حاليا، تمام؟ ولكن بغض النظر انا هفهمك ليه انا كنتش موجود الشهر ده كله. انا ما كنتش موجود بسبب التفكير، انا كنت بفكر في تغيير المحتوى تماما عن الربح والشغل ده واشتغل في محتوى تاني، ولكن لا ده ما ينفعش، لان دي حاجه انا حبيبها وبفهم فيها. وتاني حاجه ان المحتوى التاني ممكن احطه جنب الربح عادي، لو انا اتكلمت عن موبايلات، اتكلمت عن محتويات تانية غير ده كله، اتكلمت عملت رياكت عن حاجات معينة لها علاقة بالتقنية برضو، مش رياكت برا كده، عملت حاجات كتير من الحاجات اللي انا فاهم فيها واللي انا حابب ان انا اعملها، ممكن اقدر اعملها على مستر بونتك عادي جدا بدون اي تغيير في المحتوى. فانا ممكن نستمر في الربح ونستمر في المحتويات التانية دي، ولكن انا كنت بفكر في ازاي النقلة دي، ده اللي خلاني اتاخر الفترة الاخيرة. ازاي هعمل ده، ازاي هنقل النقلة دي؟ ولازم فعلا يبقى في فترة انتقالية، زي الاسبوع اللي انا ما عملتش فيديوهات ده، يكون بين الفترة دي والفترة دي ان انا هبدا انزل محتوى جديد، هبدا انزل حاجات جديدة، حاجات انا مش متعود عليها، هبدا انزل انواع جديدة من الفيديوهات، هبدا انزل حاجات انتوا خالص ما شفتوهاش عليا، وهبدا ابعد عن المحتوى التقليدي، هبدا ابعد عن مثلا ان انا انزل لك فيديو شرح موقع اختصار رابط، هبدا اعمل سبونسرات، هبدا اعمل رعايه، لكن مش فيديو كامل عن مواقع او حاجات زي كده. ده وقف تماما دلوقتي من اول الفيديو ده، انا بقول لك ان انتهى الموضوع تماما، ان انا اعمل فيديو عن موقع او فيديو عن حاجه في موقع غير الفيديو الجاي، لان الفيديو الجاي ده يعتبر اخر فيديو. معلش الفيديو ده مهم جدا اصلا للناس كتير، فاستنوه الفيديو الجاي، مهم جدا 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 للناس اللي بتشتغل في اختصار رابط بالذات في موقع يوتيوب لو تفتكروه، بس خلوها بس الفيديو الجاي هيبقى بكره ان شاء الله فعلى طول يعني. فمن الاخر اللي انا اقصده عشان ما نطولش على الناس، اللي انا اقصده كله ان انا مش هبطل ربح ولا حاجه، ولكن هبطل شغل حاجات تانية. يعني هبطل مثلا اختصار رابط، هبطل مثلا نشرح مواقع، يعني لو هنزل فيديوهات ربح هتبقى يا استراتيجيه حلوه حلوه تمام، وبرده قريب ممكن ابطل موضوع الاستراتيجيات تمام، لان لو انا نزلت استراتيجيه انت خدتها كوبي بيست ونزلتها وعملتها بالظبط مش هتكسب ولا سنت، لو خدتها بالظبط مش هتكسب اي حاجه، لو غيرت فيها 1% بس ممكن تكسب، لو غيرت فيها 10% هتكسب، لو غيرت فيها 50% هتكسب تمام. فالفكره كلها مثلا لو انا بديك مصدر زيارات زي فيسبوك، انت ممكن تستخدم مصدر تاني زي تويتر، تستخدم مصدر تاني زي المنتديات، تستخدم مصدر تاني زي اي حاجه زي البلوجر مثلا واعلانات على جوجل، اي حاجه من الحاجات دي انت ممكن تستخدم اكتر من حاجه في الاستراتيجيات غير الفيسبوك. فانت ما بتفكرش، انت مش عايز تغير، فبس ما تجيش تقول لي انا مش عارف اكسب. انا بحاول اديك حاجه، اديك مثال انك تستخدمها على فيسبوك مثلا، فانت تستخدمها على اي حاجه او اي مصدر زيارات تاني تقدر تجيبه، مش فيسبوك بس، دي حاجه يعني لازم تفهمها. ولكن زي ما قلت من الاخر المحتوى مش هيتغير عن الربح، ولكن هيقل شويه، ومش هنزل غير الحاجات التقيله بس، الحاجات الحلوه قوي بس، ولو هشرح موقع هيبقى موقع تقيل قوي بس، ولكن مواقع اختصار، مواقع رفع ملفات، الحاجات دي هتبقى قليله جدا تمام. ولو كانت هتتنشر هتبقى برعايه كذا، يعني مثلا اكون انا بتكلم في فيديو واعمل لك رعايه سبونسر الفيديو ده برعايه موقع كذا، موقع ده كذا 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 كذا، ونكمل الفيديو عادي. دي الفكره اللي هتبقى موجوده بعد كده، واتمنى انها تكون مقبوله. ولكن اللي انا طالبه منك حاجه واحده بس، الدعم. انا عايز دعم، مش فكره بقى دعم بقى واشتراكات وكده، لا الفكره ان انا هقدم محتوى جديد انت ما شفتوش قبل كده او ما شفتوش عليا انا قبل كده. فلو لقيت احباط، ولو لقيت ان المحتوى ما بيعملش حاجه، ما بيجيبش لايكات، ما بيشتغلش، انا شخصيا هزعل، انا شخصيا هتضايق، انا شخصيا مش هحس ان انا بعمل حاجه. فالفيديوهات هتبقى حلوه، هيبقى متعوب عليها جدا، فاشوف دعم بس، دي الفكره كلها. لو انتوا حابين انزل فيديوهات جيمنج على القناه دي قولوا لي تمام، يعني عايزك تقول لي في الكومنتات لو انت حابب فيديوهات جيمنج انا ممكن العب وانزلك في التشانل دي، تبقى بلاي ليست تانية خالص تمام. انا عارف الناس كلها تقول لك اعمل قناه تانية، انا عندي اوريدي قناه تانية، ولكن لا انا مش حابب قوي القناه دي. فلو عايزين جيمنج هنا قولوا لي، لو عايزين على مو تي في اللي هي القناه التانية هتلاقوها في الوصف اشتركوا فيها، ولو لقيت الناس ماشيه فيها
تمام ممكن اعمل لكم فيديوهات جيمنج هناك، ولكن انا حابب العب بصراحه. فلو حابين اعمل جيمنج قولوا لي اعملها هنا ولا في القناه الثانيه. كنت عايز اقول ايه تاني؟ مش عارف، بس بغض النظر يعني هو خلينا ننهي الفيديو على كده، ومش مهم بقى بقولها لكم في حلقه ثانيه ولا اي حاجه. مش فاكر بصراحه انا كنت عايز اقول ايه، بس كان في حاجه هقولها، كان في حاجه ناقصه بس انا نسيتها يعني. بس كده دي كانت حلقه النهارده، اتمنى بس تكون وصلت لكم. واهم حاجه يا جدعان الدعم في الفتره الجايه يبقى كتير ويبقى كويس على الفيديوهات الجايه. هتلاقوا انواع جديده هتعجبكم وفيديوهات تبقى متعوب عليها، فيا ريت اشوف دعم، اشوف لايكات، اشوف شير، اشوف ناس عاجبها الموضوع، اشوف ناس بتنتقد باحترام. ايوه دي حاجه انا كنت عايز اقولها برضو، الناس تنتقد باحترام. يعني لو عايز تنتقد انتقد باحترام وبادب، انا يعني هرد عليك. الناس تقول مصطفى متكبر ما بيردش، لا انت ممكن تنتقدني بطريقه مستفزه جدا زي بتاعت ايه، يعني مثلا في كومنت انا بكرهه جدا الناس تقعد تكتبه لي برضو كتير، حته اللي هو ايه، والله مصطفى انا بحبك بس انت محتاج. الناس دي انا بكرهها، الناس دي غريبه وعندهم توحد حرفيا. لو يعني انت بتحبني وبتكره المحتوى، طب ما تنتقد باحترام، طب ما تقول لي المحتوى بتاعك مثلا فيه كذا 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 وانا هعدله. انا مين قالك ان انا بقراش الكومنتات كلها؟ بقرا كل الكومنتات، ولكن الفكره في ناس بس معينه برد عليها لما الاقي ان فعلا الكومنت بتاعي يستحق الرد. انا في ناس ما بردش عليها، ويمكن تكون خدتوا بالكم فتره اخيره ما بردش على الناس اللي بتسال اسئله سهله. الناس بتسال اسئله ممكن لو دور عليها على جوجل او دور عليها على يوتيوب هيلاقي اجابه. الناس دي حرفيا ما بحبش ارد عليها، لان الناس دي ما تنفعش. او لو رديت عليك هقول لك ابحث في جوجل او ابحث في يوتيوب، ده الرد بتاعي. لان انت مكسل تبحث وجاي تسالني ليه، ما تبحث ليه تسالني، ما تبحث وخلاص. ولو ما لقيتش الحاجه اللي انت عايزها اسالني، ولو ما جاوبتش عليك ساعتها بقى قول لي ان انا مغروره ولا اي حاجه. لكن لو حاجه سهله فيا ريت تسال يوتيوب او اسال جوجل قبل ما تسال اي حد عامه، مش انا بس، كل الناس يعني. بس كده دي كانت حلقة النهاردة، ان شاء الله تكون وصلت لكم اللي انا عايز اوصله كله. وياريت لو حد مش عاجبه اي حاجة من اللي قلتها ياريت يقول لي في الكومنتات تحت، وافهم بس انتوا عايزيني امشي ازاي. افكركم موضوع الجيمنج ده قولوه لي اعمله ولا لا. وبس كده، شكرا جدا لك على مشاهدة الفيديو ده للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.